السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الاستوديو الرياضي هذا البرنامج الذي نناقش فيه أبرز المستجدات والأحداث الرياضية في الداخل اليمني نناقشها ونحللها ونستضيف المعنيين بالأمر اسمحوا لي أن أرحب بداية بضيفي وضيفكم محلل الاستوديو الرياضي الأستاذ عبد العزيز هادي أهلا وسهلا بك أستاذ عبد العزيز. أهلا وسهلا بك أخي أكرم وأهلا بالسادة المشاهدين سنستأنف البرنامج مشاهدينا الكرام ولكن بعد الفاصل

اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام آه، نبدا برنامجنا ب أخبار التصفيات الآسيوية وتصفيات كأس العالم والمستجدات فيها ففي بيان له أوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار بالقيود الحالية على السفر والناتجة عن جائحة كوفيد 19 في قارة آسيا وبناءً على أيضا المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء حيث قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم أيضا تأجيل معظم المباريات المقبلة ضمن التصفيات الاسيويه لكأس العالم 2022 في قطر وايضا كأس اسيا في الصين 2023 وتم استثناء من ذلك اربع مباريات فقط هي مباريات منتخبنا الوطني مع السعوديه وايضا نيبال مع استراليا وطاجكستان مع منغوليا وايضا منغوليا مع اليابان حيث انه ضمن جهود استئناف منافسات التصفيات الاسيويه بشكل امن سوف يقوم الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بفتح الدعوه امام الاتحادات الوطنيه الاعضاء من اجل طلب استضافه مباريات مجموعتها بنظام التجمع وسوف يقوم بتأكيد واعلان مواعيد المباريات في الوقت المناسب لتقام في فتره المباريات الدوليه في شهر يونيو حيث من المقرر ان تقام المباريات بنظام التجمع في الفتره من 31 من مايو ولغايه 15 من يونيو 2021 اذا عبد العزيز آه تم تاجيل اغلب المباريات آه في تصفيات كاس اسيا وايضا تصفيات كاس العالم باستثناء مباراه منتخبنا مع المملكه العربيه السعوديه وبعض المباريات الاخرى، سؤال العريض هنا هل عدم تاجيل مباراتنا مع السعوديه هو لصالح المنتخب؟ آه في البدايه يعني كوفيد 19 آه دمر العالم اقتصاديا والان دمرنا رياضيا يعني لا تلاحظ ان التصفيات كانت المفروض ان هي تنتهي قد انتهت الجولات يعني ولكن قد حسم التاهل حسم التاهل والمجموعات كثيراً. يعني أنا يعني مثلا اعتقد ان نحن قادمين على تاجيل كاس العالم اذا كان الوضع بهذا الاستمرار يعني بيكون كاس العالم 2022 بدون جماهير لذلك يعني آه المشكله الآن ان هي تأجيل الجوله الجوله هذه القادمه من تصفية آسيا والمزدوجه لكأس العالم وكأس آسيا ولكن استثناء مباراة اليمن والسعوديه اعتقد هو باستثناء من, من الاتحاد السعودي لكرة القدم لذلك انه طالبوا الاتحاد الآسيوي آه مثلا انه آه لدينا القدره على انه نستضيف آه المباراه نستضيف المباراه لذلك الآن استمرار آه او انطلاق مباراة اليمن والسعوديه في وقتها المحدد هي باستمرار معسكر المنتخب الوطني ولكن نكون مع الشفافيه وبصراحه لو كانت اجلت الجوله كان الاتحاد اليمني وقياده الاتحاد اليمني ستنزع المعسكر وتكنسل المعسكر لا ولكن بقاء الان اصبح الاتحاد اليمني يؤجل المعسكر بقاء المعسكر الان جوله الان في 30 مارس او 25 مارس بتنطلق هذه المباراه وبقاء المعسكر الى يونيو يعني يعتبر بقاء ماذا باقي ول... مباراه اوزبكستان يعني حيضطر ف... انه يكمل في المعسكر هو اكيد يعني هي الحسنه الوحيده في التاجيل هي بقاء المنتخب على في معسكر الداخلي ولكن الان المعضله او المشكله هل هناك مباريات وديه ستقام للمنتخب ال وفي ظل الوطن... الجائحه في وفي ظل, في ظل الجائحه وفي ظل وأين السؤال الذي يطرح نفسه أين سيكون المعسكر الخارجي للمنتخب الوطني؟ هو حسب ما كان معنا نعاش سامي عاش الكابتن سامي عاش مدرب المنتخب انا تحدث انه سيكون في السعوديه هنا في إننا انا كل اعتقد ان المعسكر بيكون في قطر بغض النظر وين بيكون ما كان في قطر يعني هناك تصريحات ان المعسكر ولكن الان المعضله والمشكله يا زميل اكرم هي المحترفين اللي في الخارج على ظل الاجراءات التي اتخذتها السعوديه في كوفيد 19 هل سيتواجد المحترفين اليمنيين بطبيعة الحال عبد العزيز أكيد أنه بما أنه السعودية أعلنت استعدادها لاستضافة مباراة في مباراة في ظل هذا الواقع فبالتالي هي ستتكفل بتسهيل إجراءات وصولهم إلى داخل المملكة مثال بسيط أنا بضرب لك <applause> آه الدحي في نادي أسوان مهم. محمد عمر الداعي نادي اسوان المصري المصري من ضمن العشرين الدوله اللي السعوديه قررت من يسمى عدم الدخول الى اراضيها هل سيستثنى هذا الشخص بقرار بالتالي لا انا اعتقد انه الدوله المستضيفه هي ملزمه في الاخير هي انه هي ملزمه ولكن هذه في استثناءات في تنسيق مع الاتحاد الدولي مع الفيفا الآن هذه المشكلة نحن نحملها للاتحاد اليمني يعني الآن الاتحاد اليمني هو المسؤول عن هذه المعضلة ولذلك هو المهم والملزم أن يبدأ التنسيق مع الاتحاد السعودي مع الجانب السعودي لدخول المحترفين لان لو اصبحت المنتخب اليمني سيلعب بدون محترفين اصبحت كارثه علينا الان لدينا مجموعه يعني غير متناسقه يعني احنا امننا الان وجمهور كجمهور وكاعلاميين رياضيين وكصحفيين رياضيين وكجمهور رياضي امننا يعني في المباراه ان يكون هناك محترفين ضمن التشكيله او القائمه النهائيه للمنتخب الوطني عموما المنتخب يستمر في استعداده للمباريات القادمه ومؤخرا مؤخرا مشاهدينا الكرام في سيئون قامت بعثة المنتخب الوطني لكره القدم بزياره لابرز المعالم التاريخية والأثرية بوادي حضرموت في إطار البرنامج الرياضي السياحي للمنتخب الذي أعده مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء حيث زارت أو زار المنتخب قصر سيئون التاريخي وكان في استقبالهم مدير عام الهيئة العامة للأثار والمتاحف بوادي حضرموت الدكتور حسين العيدروس وأيضا موظفي القصر الذين قدموا شرحا أثريا وتاريخا وتاريخيا عن محتويات أقسام الآثار والعادات والتقاليد والصور التاريخ إضافة إلى القطع النادرة والثمينة التي تعود إلى أكثر من أربعة آلاف سنة قبل الميلاد كما اطلعت أو اطلع المنتخب على المعالم الأثرية والمتاحف التاريخية بمدينة شبان بوادي حضرموت وأيضا ما تتميز به هذه المدينة التاريخية من طراز معماري فريد وما تحتويه من أدوات تراثية وتاريخية إضافة إلى الجامعة الكبيرة المسمى بجامع هارون الرشيد الذي تم تشييده عام 166 هجرية ومسجد المحضار بمدينة تريم والذي يعد من اهم معالم المدينه حيث يبلغ طوله او طول مئذنته الى 175 قدما وقد بنيت قبل اكثر من 100 سنه من الطين وهي اطول مئذنه طينيه في العالم وكان المنتخب قد حظي باستقبال رسمي وشعبي كبير في مديريه تريم يتقدمهم وكيل محافظه حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي ومدير عام مديريه تريم خالد هويدي ومستشار وزاره الشباب والرياضه علي باشعيب ورئيس مجلس مجموعه الماهره التجاريه عبد الله الجنيد وعدد من القيادات الرياضيه حيث تم عرض الرقصه الشبوانيه الشعبيه الى ذلك ايضا استضافت مجموعة الماهر التجارية وبإشراف مكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد كرة القدم بالوادي بعثة المنتخب الوطني، ونظمت حفلًا سنتطرق له في خبر آخر مشاهدينا الكرام، إذًا يعني منتخبنا الوطني هناك تقوم السلطة المحلية في الوادي والصحراء بحضرموت بـ يعني استغلال وجود المنتخب هناك وعمل جولة سياحية للمنتخب، وهنا نوجه رسالة شكر لإدارة المنتخب وأيضًا للسلطة المحلية هناك في وادي حضرموت. في البدايه نشكر مثل ما قلت انت نشكر السلطه المحليه في محافظه حضرموت على ما تقدمه وكذلك لقياده بعثه المنتخب الاول هناك تدريبان تدريب رياضي وتدريب بدني وهذا تدريب نفسي يعني خروج المنتخب الوطني ويعني واللاعبين المنتخب الوطني من المستطيل الاخضر الى صحيح, صحيح يعتبر يعني نفسيا نفسيا اللعبة. يعني عودتهم الى الملعب تعود لهم يعني كان يعني دفعه جديده عمل لذلك ما قامت به السلطه المحليه وقياده البعثه المنتخب الوطني بهذه الزياره اعتبرها انا يعني تدريب نفسيا للاعبين يعني سيعود يعني يعني اعتقد لهم حوالي شهر او اقل من شهر وهم داخل المستطيل الاخضر الملعب الاولمبي سيون ولكن هذه الزياره ستعطي دفعه معنويه للاعبين لكي يقدمون ما عندهم لل... الوصول للقائمه النهائيه للمنتخب باذن الله في سيئون ايضا مشاهدينا الكرام وضمن الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في حضرموت حيث استضافت مجموعه الماهر التجاريه المنتخب الوطني الاول لكره القدم وذلك على هامش انطلاق بطوله كاس الماهر لكره القدم لانديه وادي حضرموت وباشراف مكتب وزاره الشباب والرياضه وفرع اتحاد كره القدم بوادي حضرموت والصحراء. في الاحتفال مشاهدينا الكرام الذي حضره وكيل محافظ حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي عبر مدير عام مديرية تريم خالد هويدي عن مدى سعادة مواطني وادي حضرموت بالمنتخب الذي يمثل كل اليمنيين مشيرا إلى أن السلطة المحلية لن تألو جهدا في سبيل إنجاح المعسكر الإعدادي للمقام في مدينة سيون وبدوره أوضح مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بوادي وصحراء حضرموت رياض بن صلاح الجهوري بأن هذا البرنامج يأتي في إطار اهتمام الوزارة والسلطة المحلية بالشباب والمنتخب الأول والسعي إلى تقديم الجانب المعنوي له لتهيئته بهدف تقديم مستويات جيدة في مبارياته القارية القادمة مؤكدا بأن مكتب الشباب والرياضة لن يتأخر في تقديم واجب الضيافه لاعضاء المنتخب وتسهيل كافه الامور لهم لاجل توفير اقامه طيبه لهم في وادي حضرموت وتنفيذ معسكرهم التدريبي على اكمل وجه تخلل الاحتفال الذي حضره مستشار وزارة الشباب والرياضة علي باشعيب ورئيس فرع اتحاد كرة القدم بوادي حضرموت سعيد بايمين وأمين عام جائزة رئيس الجمهورية عبد الرحمن عقيل وعدد من القيادات الرياضية تخلله تكريم بعثة المنتخب الوطني وتقديم عدد من الوصلات الفنية نالت إعجاب الحاضرين القطاع الخاص بشكل عام سواء بدعمه للمنتخبات الوطنية أو بدعمه للرياضة والأندية اليمنية بشكل عام كيف تقيم دور القطاع الخاص في هذا الجزئية؟ أه يعني شوف يا اكرم بالنسبه للقطاع الخاص اعتقد انه ما يكتفي يعني لن نقول انه بذاك الكم الهائل من الدعم ولكن ما الذي جعل القطاع الخاص يتراجع دعم هناك مجموعات بسيطه على سبيل المثال نضرب مجموعه هايل سعيد يعني هناك يعني نشاهد دعم المجموعه هل سعيد لبعض الانديه نادي الصقر تحديدا يعني هو نادي الصقر يعني هو نادي الصقر يعني ولكن المفروض ان احنا نرى هناك اهتمام من القطاع الخاص مجموعه الماهر ما مارسته مع المنتخب وما قدمته يعتبر خطوه يعني لتشجيع باقي القطاعات الخاصه في دعم الانديه سواء يعني احنا لا نريد هو دعم معنوي في يعني هو دعم, دعم معنوي ولكن احنا لا نريد دعم المنتخب الوطني نريد دعم الانديه مم. الاهتمام بتنعكس يعني على المنتخب عن... عن... يعني احنا نبني الاساس من القاعده حتى نوصل الى القمه الاهتمام حتى ولو كان نادي على مستوى الدرجه الثالثه مم. يعني اذا كان هناك دعم وقطاع خاص وذهب يعني هناك تغييب تام للدعم سواء الرياضي سواء كره قدم او غيرها يعني على سبيل المثال مح... او تهامه بشكل عام مم. من ميدي الى المخا هناك تغييب كامل مواهب ستقدم سترن... ستنطلق برياضة اليمن سواء كانت في كرة القدم أو في غيرها لذلك غياب القطاع الخاص وغياب الإعلاء بشكل عام أصبح يعني ضياع الرياضة في اليمن صحيفة سبورتو داي انطلقناها قبل فترة يعني قبل حوالي في بداية العام الماضي يعني أنا ألاحظ يعني في استقبال الأخبار الرياضية هناك يعني مواهب هناك أخبار يعني أصبحت الآن يعني هناك غياب تام من الإعلام وأتمنى من الإعلام وكل إعلامي أو كل ناشط رياضي إيصال يعني الموهبة إلى مكانها المخصص ونتكفل نحن جميعا بايصال هذه الموهبه الى مكانها، لذلك الاهتمام بالمواهب هو ياتي من القطاع الخاص ودعمها. <applause> هناك جهود كبيره يقوم بها مشاهدينا الكرام وزير الشباب والرياضه الاستاذ نايف البكري في العاصمه المؤقته عدن حيث مؤخرا وقع وزير الشباب والرياضه نايف صالح البكري عقد استكمال المرحله الثالثه من تنفيذ اعمال مشروع استاد سيئون الاولمبي مع الشركه المقاوله مؤسسه بن محمد راشد للمقاولات وعلى هامش حفل التوقيع الذي تم بديوان الوزارة حث البكري المؤسسة علي سرعة تنفيذ استكمال المرحلة الثالثة من أعمال الاستاد الدولي وتنفيذ كافة البنود بأسرع وقت طبقا للمواصفات الحديثة أكد أن تنفيذ استكمال مشروع الملعب الأولمبي في مدينة سيئون يحظى باهتمام كبير من قبل قيادة الدولة ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي ضمن اهتمامهم الدائم بالشباب والرياضة وما يتضمنه ذلك من إنشاء ملاعب وصالات جديدة وإعادة تأهيل وترميم الملاعب والصالات والأندية التي تضررت من الحرب ويشمل المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل حكومي على أعمال انشاء مضمار ترتان لالعاب القوى اضافه الى رصف المكعبات الخرسانيه الانترلوك وتنفيذ اعمال التمديدات الكهربائيه وتجهيز الملحقات الخاصه بالملعب من يعني جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس علي محمد راشد صلاح أن عملية استكمال هذه المرحلة ستتم وفق المخططات والرسوم الهندسية وعلى أيدي فنيين متخصصين وكفاءات في مجال تجهيز المنشآت الرياضية لطالما تحدثنا عبد العزيز عن ضرورة إكمال الاستاد الأولمبي في سيئون ليستضيف مباريات المنتخب مستقبلا الآن هناك بادرة طيبة بانه تم توقيع من قبل وزير الشباب والرياضة بعقد استكمال تجهيز ملعب والاستاد الاولمبي في سيئون. استاد سيئون الاولمبي حلمي وحلمك انت وحلم 30 مليون ان نرى ملعب او استاد اولمبي بمواصفات دولية. كان يفترض جاي... المنتخب الان يلعب في سيئون وسط كان... جماهير يمنية. جماهير يمنية. يعني استاد سيئون الاولمبي لوحة فنية متكاملة. ما قامت به وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالوزير نايف البكري في توقيع المرحلة الثالثة من إنشاء المركز خطوة جبارة لذلك يعني نتمنى أن نرى هذا العمل على أرض الواقع وبسرعة تنفيذ لكي نرى المنتخب الوطني الأول يلعب في أرضه وبين جماهيره الجمهور الحضر الحضرمي غني عن التعريف <applause> لذلك وشاهدنا في الدوري التنشيطي العام في الماضي في في الدوري التنشيطي وكذلك في نهائي كاس حضرموت بين نادي نوارس المقلة واعتقد تضامن لذلك انا اقول لك الجمهور الحضرمي غني عن التعريف لا نقدر انه يعني لن يسعفنا الوقت في وصف الجمهور الحضرمي لذلك ما قام به وزاره الشباب والرياضه ممثلة بالوزير نايف البكري في توقيع المرحله الثالثه خطوه جباره نحو اتجاه استاذ اولمبي بمواصفات دوليه يعني قبل عام واحد أعتقد ومن هنا تكلمنا عن أستاذ الولمبي. يعني في كل حلقة كنا نناقش موضوع استاد ساولومب يعني. يعني. لذلك مهم جدا أستاذ الأولمبي أن ينجز وأن نرى منتخبنا الوطني حتى ولو كانت مباراة بديه ولكن أن نرى ملعب مواصفات دولية بمدرجات بإنارة ب... يعني مستكمل كامل فهذه تعتبر ستكون يعني القائمة او الخطوه الجباره في قياده وزاره الشباب والرياضه في هذه الفتره. باذن الله في خبر اخر ايضا مشاهدينا الكرام ناقش وزير الشباب والرياضه نايف البكري مع قيادات الانديه الرياضيه في العاصمه المؤقته عدن اوضاع الانديه والمعوقات التي تواجه انشطتها الرياضيه. في اللقاء اكد الوزير البكري ان الحرب الخبيثه التي شنتها ميليشيات الحوثي على الشعب والوطن دمرت الكثير من المقدرات والبنى التحتيه في كافه المجالات بما في ذلك الرياضيه ومنشاتها التي نالها قسط كبير منها او نال قسط كبير منها التخريب الممنهج لافتا الى اهتمام وزاره الشباب والرياضه بالانديه ومعالجه كافه المعوقات التي تواجه نشاطها ودعم المشاركات الخارجيه للانديه وفق المعايير والضوابط المعمول بها. وأشار إلى أن الإدارات هي ركيزة أساسية من ركائز نجاح الأندية وأن قوة الأندية في استقلاليتها وعدم تبعيتها أو انجرارها لهذا الطرف أو ذاك مطالباً قيادات الأندية بالنأي بها عن الولاءات غير الرياضية بدورهم أشار الحاضرون إلى أهمية التكامل والتنسيق بين الأندية والوزارة مستعرضين أبرز الصعوبات والمعالجات التي يمكن الأخذ بها لتطوير عملها والتي تركزت في مجملها على المطالبة بزيادة الدعم المالي والنشاط أو أول والمنشآت الرياضية. في خبر آخر أيضا مشاهدينا الكرام بحث وزير الشباب والرياضة نايف البكري في العاصمة المؤقتة عدن مع الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان اليونبس نيستور أومهانجي بحث التدخلات المطلوبة لدعم مشاريع قطاع الشباب والمرأة في الوزارة وخلال الفترة خلال الفترة القادمة وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية تدخل الصندوق الأممي في دعم مراكز الشباب والرياضة وأيضا المرأة في عدن وباقي المحافظات المحررة وإلى الجانب هذا جل الاهتمام نظرا لما تمر به البلاد في من ظروف الحرب التي اشعلتها ميليشيات الحوثي المدعومه ايرانيا والدمار الذي طال البنى التحتيه بما فيها القطاع الرياضي واثرت سلبا وبشكل مباشر على قطاع الشباب والفتيات وحالت دون ممارسه هواياتهم وابراز قدراتهم من جانبه استعرض الممثل المقيم لصندوق الامم المتحده للسكان مجمل التدخلات التي ينفذها صندوق في اليمن حاليا خاصه في مجالات التغييرات السكانيه والصحه الانجابيه وقطاع الشباب والمراه مشيرا الى ان الصندوق يسعى لخلق شراكه حقيقيه مع وزاره الشباب والرياضه وبحث المجالات التي يمكن التدخل فيها خاصه في قطاعي الشباب والمراه. اذا عبد العزيز وضع الانديه في عدن كيف تقيم وضع الانديه؟ في عدن خصوصا مع عوده وزاره الشباب والرياضه حاليا الى العاصمه المؤقته عدن بشكل عام وضع الانديه في الجمهوريه اليمنيه سيء جدا مه. سواء كانت في الشمال او في الجنوب او في الشرق او في الغرب مه. يعني الانديه في عدن هي مقياس الانديه في الجمهوري الجمهوريه بشكل عام, بشكل عام. لذلك ما تقوم به وزاره الشباب والرياضه يعني جهود تشكر عليها وتحيه وبحدود المتاح في هو بحدود المتاح يعني تحيه حب واجلال وتكريم لوزاره الشباب والرياضه ممثله بالوزير البكري لما يقدمونه لذلك مثل ما قلت لك، وناقشنا اكثر من مره وتكلمنا عده مرات، ان الاهتمام بالمنتخبات او المشاركات الخارجيه هي تاتي من اطار الانديه، سواء كانت في كره القدم او غيرها، لذلك الاهتمام بالانديه هو يعتبر مصدر فخرنا في المشاركات الخارجيه، م. ما تقدمه الانديه، اذا كان مستوى الانديه ضعيف ولا يوجد دعم للانديه، يعني هناك انديه لديها دعم يعني ذاتي من مدخولات سواء كانت ايرادات داخليه، ايجارات او عقارات الانديه، يعني هذه تحتاج دعم بسيط ولكن هناك انديه عايزها يعني على الصرف تحتاج دعم وزاره الشباب والرياضه لذلك يعني الانديه احنا محتاجين لها ولذلك اتممنا من وزاره الشباب والرياضه الاستمرار وتواجد الوزير بكري داخل ديوان عام الوزاره في العاصمه المؤقته عدن يعتبر انجاز رياضي تاريخي. في تلمس احتياجات الانديه وتلمس ايضا احتياجات القطاع الرياضي بشكل عام، في جانب اخر ايضا في عدن وضمن الجهود التي تقوم بها وزاره الشباب والرياضه ناقش وزير الشباب والرياضه نايف صالح البكري مع قياده جامعه عدن سبل التعاون المشترك واقامه العديد من الفعاليات والمناشط الرياضيه والثقافيه المختلفة ودعمها بما فيها أسبوع الطالب الجامعي ودعم إنشاء كلية التربية الرياضية بالجامعة في اللقاء أكد الوزير بكري استعداد الوزارة ب... لخلق شراكة حقيقية مع جامعة عدن تتضمن توحيد الجهود والأعمال من أجل خدمة الشباب والأخذ بأيديهم وتشجيعهم على إبراز قدراتهم وأيضا طاقاتهم في مجالات الرياضة والثقافة والبحث العلمي والاختراعات وتكريم المبرزين داعيا إلى إنشاء كلية التربية الرياضية بجامعة عدن والعمل على إنجازها لتغدو مساحة تحتضن إبداعات الشباب والرياضيين وصقل مواهبهم بطريقة علمية جانبه ثمن نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية الدكتور عادل عبد المجيد العبادي حرص وزارة الشباب والرياضة على خلق شراكة حقيقية مع جامعة عدن ومساعدتها في تنفيذ الكثير من البرامج والأنشطة المختلفة سيما ما يتعلق منها في الجانب الرياضي في خبر اخر مشاهدينا الكرام ولكن في مارب حيث احرز فريق نادي صافر كاس ثوره الحادي عشر من فبراير الذي نظمه مكتب الشباب والرياضه بمدينه مارب والمنسقيه العليا للثوره الشبابيه الشعبيه السلميه وبرعايه شركه الانماء للصرافه والتحويلات. في المباراه التي جمعت فريق صافر بنظيره شباب النهضه تمكن صافر من التغلب على الشباب بخمسه اهداف مقابل هدف. بعدها قام مستشار وزير الشباب والرياضه داوود علوه ومدير مكتب مدير مديريه مدينه مأرب القادري زبار والقائم باعمال مدير مكتب الشباب والرياضه بمدينه مأرب احمد ثعبان بتكريم فريق صافر الفائز بالمركز الاول وشباب النهضه الحاصل على المركز الثاني. في خبر أخير مشاهدينا الكرام وهو كان خبر أصبح رأي عام أو مثار جدل في الوسط الرياضي اليمني حيث طالب مفيد جمال محترف اليمني بنادي الطلبة العراقي طلب إدارة ناديه بصرف الدفعة الأولى من مستحقاته وأيضا تعاقد النادي معه منذ شهرين ونصف وقال اللاعب مفيد جمال لبرنامج الكابتن أو برنامج في أحد القنوات الرياضية العراقية أنه له شهرين ونصف يتغذى ويتعشى فلافل بسبب عدم توفر أموال لديه وتابع أنه يعني ممكن يوم واحد الأسبوع يتغدى كباب خلونا مشاهدينا الكرام نشوف إيش قال اللاعب مفيد جمال ونتابع معكم إيش قال ومن ثم نعود ونعلق على ما قاله حلو الله انا يعني طالبهم يعني الان يعطوني دفع ولا حقي مالتي يعني صراحه نحكي هاي المطالبات ايه؟ بس صار لك ايش قد انت في بغداد معناها هذه الطلبه صار لي شهرين ونص شهرين ونص شلون عايش والله عايش على مصروف التذاكر اللي اعطوني اياها حقي اصرف منها عايش بس يعني الاكل وكل حاجه ما يعطوني لا اكل ولا اي حاجه بس قاعد بالفندق اكل اروح اكل لي فلافل وارجع اكل فلافل وارجع كذا ماكو يعني 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 عايش على الفلافل؟ اي والله فلافل يعني اذا أنت يوم تعرف لاعب منتخب اليمن وتلعب بنادي الطلبه يعني شو تتغدى؟ والله فلافل كله والعشاء والعشاء فلافل اذا في يوم من الايام يعني كذا ادلع نفسي كذا اكل لي كباب يوم واحد في الأسبوع يعني كل فلافل تاكل والله فلافل يوم واحد بالأسبوع إذا تريد تدلع نفسك و يوم كباب كباب إيه زين تأكل نفر إيه نفر صدق تحتي والله يعني صدق. لو تمزح والله صدق والله أحكي لك كل هذا من الواقع والله من حاجة يعني أنا عشتها زين هذا أكل بس أنت ما تحتاج أمور ثانية تحتاج مثلا ملابس تروح تحت... تحتاج و... إذا هذا الواقع المبكي الذي يعيشه اللاعب محترف في منتخبنا الوطني، من يتحمل المسؤولية؟ هل يتحملها الـ اتحاد كرة القدم في العراق؟ يتحملها اتحاد كرة القدم في اليمن؟ يتحملها طبيعة الحال أكيد نادي نادي الطلبة العراقي، من يتحمل المسؤولية؟ آه في البداية من هنا من منبر قناة عدن الفضائية ومن برنامج الاستوديو الرياضي نوجه رسالة حب للجماهير العراقية و قيادات بعض الانديه العراقيه على ما قدموه للكابتن ولاعب المنتخب الوطني مفيد جمال قاموا بتصحيح وضع هذا بتصحيح اللاعب. وضع اللاعب وهي نقدم لهم رساله من ابناء ومن اعلاميين ومن برامج الرياضيه في الجمهوريه اليمنيه الى العراق. بالنسبه لمن يتحمل ذاها يعني مؤسف ما حدث لنادي الطلبه العراقي نادي بحجم نادي الطلبه العراقي يعني صحيح. مؤسف ومؤلم جدا. يعني ومؤسف ما حدث للكابتن مفيد جمال خلال هذه الفتره طبعا نوضح للمشاهدين أن نادي الطلبه اعلن افلاسه اعلن افلاسه نادي الطلبه واعلن معلول انا يعني رئيس نادي الطلبه اعتقد مقيم في كندا واعلن بيع النادي اعتقد 300 وكسور يعني دينار عراق مليون عراقي لذلك من يتحمل هنا المشكله وين قياده الاتحاد اليمني لكره القدم وين قياده الاتحاد العراق اللي ما حدث اللعب يعني طيب دقيقه ممكن تشرح لي بايش ممكن يتدخل الاتحاد اليمني لكره القدم آه كان هناك اذا كان هناك اذا كان من يعني آه على سبيل اذا كان الاتحاد اطلاع على قضيه مفيد جمال يتحمل هو من سمو لانه هو هو حلقه الوصل ما بين يعني الاتحاد يعني قادر لا الناس. بس هو لاعب محترف في الاخير راح يحترف في فينا في نادي رياضي في الاخير هذه امور ممكن يفصل فيها الفيفا، يرفع اللاعب للفيفا والفيفا يفصل فيها بحيث انه يرجع له مستحقاته. هو فعلا ولكن اذا انا قلت لك اذا كان للاتحاد اليمني لكره القدم علم بما حدث لان يعني انا انا اتكلم يعني احنا لا نلوم الاتحاد اليمني لكره القدم م. او الاتحاد العراقي، ولكن اذا كان لقياده الاتحاد علم بقضيه اللاعب مفيد في هذه الفتره شهرين والنصف فهم يتحملون المسؤوليه، ولكن اذا كان لهم منتخب في الاخير هو, هو لاعب منتخب، هو يمثل الجمهور اليمني في العراق. م. ولذلك ما حدث يعني شيء مؤسف على يعني شيء مؤسف للاعب للنادي بشكل عام للقيادات الاتحادين سواء كانت في العراق او في اليمن. طيب فكره انه سبق وتناقشنا انا وانت في هذه الجزئيه انه الدوري العراقي بطبيعه الحال يعني ماديا ما يعني ما بيضش الكثير على للاعب اليمني، لكن قد يكون من ناحيه استفاده كرويه نوعا ما افضل لكن أليس الأفضل اللاعب اليمني أنه يحترف في دوريات أفضل مثلا كدوري خليجي كويتي عراقي كويتي بحريني سعودي إماراتي الدوريات اللي هي ما بيجيش يوم يطلع لاعب وهو محترف فيها بيقول أنا بأكل فلافل مثلا. آه بجيب لك معلومة <applause> 80% من تشكيلة المنتخب العراقي من لاعبين من الدوري المحلي. اللاعب يعتبر المنتخب العراقي من افضل المنتخبات على قاره اسيا 80% من المنتخب العراقي من الدوري وسبق وتناقشت معك في هذه الجزئيه لكن فعلا قد يكون هذه معلومه هي حقيقيه لكن ايضا اذا لعب في دوريات كالدوري القطري او الدوري السعودي او الدوري الاماراتي هو يحتك بلاعبين برازيليين بيحتك بلاعبين لاتينيين افارقه اوروبيين بيحتك باسلوب تدريبي مختلف مدربين بيلعبوا في دوري ابطال اوروبا ويعودوا يلعبوا يدربوا في الخليج بالتالي الفائده تعود على اللاعب نفسه فإنه يعرف الخطط والأساليب الرياضية الجديدة والحديثة وأيضا يعود بالتالي بعقلية احترافية أكثر وتنعكس على المنتخب الوطني احنا لو اتينا للتسلسل يعني صعب ان تجد لاعب يمني في الدوري الممتاز السعودي او الدوري القطري ايش السبب؟ يعني امكانيات اللاعب ممكن ممكن اللاعب غير متاح انه يحترف في الدوري السعودي او الدوري القطري او, الدوري أو انه اللاعب اليمني ما قدرش يسوق نفسه لهذه الدوريات يعني التسويق تسويق اللاعب يعني يعني ضعيف مره على مستوى يعني احنا الصفر. بالقوه يا دوب نلعب في في الدوري المصري او الدوري السوداني او ممكن البحريني كان عندنا عمان العراق ما وصلناش خارج كو... هذا الاطار تقريبا إذا كو... ما ف... ندر كوجهه نظر الدوري المصري يعتبر من اقوى صحيح. المصري صحيح. الدوري, المصر الدوري المغربي يعتبر من افضل الدوريات العربيه لذلك تواجد يعني احنا لو نقارن الدوري العراقي صح ضعيف ولكن ليس بضعف الدوري الكويتي او الدوري العماني او يعتبر دوري مناسب ولكن يعني في الجزء المادي ما هو ما هو مناسب ولكن مثلا ناتي الى مثل بسيط، لاسر محمد هو في نادي نفط ميسان يقدم مع نادي ولاعب مستقر ذهنيا وبدنيا والنادي مستقر يعني ماليا واداريا، لذلك انا قلت لك في البدايه ما حدث للنادي بحجم الطلب العراقي شيء مؤسف جدا، لذلك من يتحمل ما حدث هي قياده النادي للنادي بشكل عام وليس للاعب مفيد جمال ما حدث لنادي الطلبة العراقي هو يتحمله قياده النادي نفسها، واعلن افلاسه هذا النادي، اذا نادي الطلبة نحو الانهيار. اذا نتمنى ان التوفيق للاعب مفيد يمل، كان يفترض انه اللاعب معنا في مداخله هاتفيه، لكن لظرف خاص به اعتذر عن هذه المداخله. في خبر اخر هو خير ما نختم به برنامجنا مشاهدينا الكرام هو هدف للاعب يمني كان مغمور واصبح حديث الشارع الرياضي اليمني مؤخرا هو هدف اللاعب حيدر اسلم لاعب نادي الصقر ضد شعب اب في ملتقى وحده صنعاء الشتويه الرابع نتابع الهدف مشاهدينا الكرام خلصها خلصها احمد هزاء يا سلام على حيدر أوه. 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 اذا شاهدنا الهدف عبد العزيز في مواهب مدفونه في الرياضه اليمنيه لاعب بهذه المهارات واصبح حديث الشارع الرياضي اليمني الرياضه في اتهامها سبق وتحدثت عنها في بدايه هذا البرنامج انها مظلومه بشكل كبير هي يعني انا على السؤال اللي يطرح نفسه اين كان هذا اللاعب في تسلسل الفئات السنيه للمنتخبات يعني براعم ناشئين شباب اولمبي منتخب اول اللاعب الان يعتبر من اللاعب يمثل يعني السن يعني اللاعب هو من مدينة حجة ونوعا ما مدينة حجة مغمورة في في الجانب الرياضي نوعا ما مغمورة وبعدين اللاعب اعتقد اللاعب مع شباب عبس ولعده اندية في محافظة حجة لذلك انا قلت لك لو كان مشروع مهاجم ولكن من يتحمل دمار هذا المشروع يعني كان المفروض هذا المشروع المهاجم يبنى من فئه البراعم حتى يوصل الى إذا... الان كان المفروض ان احنا نرشح هذا من ضمن قائمه المعسكر في سيول ولكن غياب لكن عبد العزيز هل يمكن انه احنا عشان هدف نبني على انه هذا اللاعب ممتاز ويستحق انه ينضم للمنتخب بناء على هدف لا ما, ما احنا لا نقيم على هذا ولكن انا قلت لك يعني اللاعب كان مشروع مشروع مهاجم وليس الان نحن نحكم على انه مهاجم مشروع مهاجم هو الهدف الهدف رائع واكثر من رائع مثل ما قالت الجماهير اليمنيه والمعلقين سواء كانت مع الصقر او ضد الصقر قالت هدف مارادوني يعني هو ما هدف مارادوني لانه مهاره فرديه لذلك قلت لك يعني ما يحدث للمواهب داخل اليمن بشكل عام وتهامه بشكل خاص يتحملها الاتحاد اليمني لكرة القدم هذا بالنسبة لكرة القدم م. أما في باقي الأنشطة الرياضية تتحملها وزارة الشباب والرياضة لأن هناك دفن للمواهب اللاعب كان مشروع مهاجم إذا كان بنى هذا اللاعب من فئة البراعم حتى وصل إلى المنتخب الأول كان هناك مشروع قادم مشروع مهاجم اذا مشاهدينا الكرام اليوم عبد العزيز كل شيء تحمله الاتحاد اليمني لكره القدم باذن الله نصل لمرحله يكون فيها عبد العزيز راضي عن الاتحاد اليمني لكره القدم شكرا لك عبد العزيز شكرا لك اخي اكرم وشكرا للساده المشاهدين شكرا موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا لختام برنامج الاستوديو الرياضي لهذا الاسبوع نلقاكم الاسبوع القادم باذن الله في امان الله <applause>